بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ماستر شابتر 7، شوف المقطع السابع، شوف الـ effectiveness أنت يو ميثود باستخدام طريقة اللوج مين تمبرشر ديفرنس. The task is to select heat exchanger that will meet the prescribed heat transfer requirement. The procedure to be followed by the selection process is طبعاً اللي بدنا نشوف هنا. أولاً select type of heat exchanger، أي نوع من heat exchanger، هل هو counter flow، parallel flow، هل هو shell end tube ولا أنواع أخرى، لكن تختار اللي هو المناسب للأبليكيشن اللي أنت ودك تسوي. من بعد تحدد أي مجاهيل، سواء كانت ال inlet أو outlet temperature أو ال heat transfer rate، طبعاً باستخدام تستخدم ال energy balance. بعدين calculate log mean temperature difference، كمان correction factor إذا كان مطلوب أو تحتاج. بعدين select or calculate the value of overall heat transfer coefficient. الخطوة الأخيرة calculate the heat transfer area الـ AS، اللي عن طريقها تحدد السايز تبع الـ heat exchanger. لو بدنا نشوف كيف نجيب الـ effectiveness تساوي الـ Q dot اللي هي الـ actual heat transfer rate على الـ maximum، أكبر كمية من الحرارة ممكن يعطيها لك هذا الـ heat exchanger. الـ actual heat transfer rate in heat exchanger can be determined from energy balance on، طبعا على الـ hot زي ما هو موجود عندنا، هذه الكمية على الـ hot وعلى الـ أو اللي هي أو على الـ cold وهما متساويين. طبعا السي سي والسي اتش اللي هما الكاباسيتي ريت، الهيت كاباسيتي ريت اللي هما ام دوت سي بي، ام دوت سي بي بالنسبه للهوت وبالنسبه للكول. بعدين بدنا نشوف كيف ممكن نجيب الماكسيمم كيو ماكسيمم. نحتاج نجيب اكبر فرق في درجه الحراره ممكن يحققه على اي هيت اكسشينجر. اكبر فرق في درجه الحراره ممكن يتحققه هو عند دخول الهوت، لما يدخل الهوت فلود يكون عنده درجة حرارة، وعند الدخول يكون أعلى درجة حرارة، وأقل درجة حرارة ممكن تكون موجودة هي لما يكون عندك الكولد عند الإن، لأنك تودك تسخنه أصلا. إذا هذا الفرق أيا كان النوع الهيت اكسشينجر فهو أعلى أكبر دائما فرق في درجة الحرارة. إذا الكيو ماكس الدلتا تي نستخدم فيه الدلتا تي اللي هي دلتا تي ماكس، لكن هنا نستخدم السي مين. السي مين ايش نعني بها؟ نحن عندنا السي سي للكولد والسي اتش للهوت، اقل واحدة فيهم سمولر ون هي السي مين. طبعا اذا كنت عندك الافكتيفنس معروفة والكيو ماكس معروفة، تقدر تجيب منها مباشرة الاكتوال هيت ترانسفير ريت. هلا بدنا نشوف الافكتيفنس بالنسبة لي البارلل فلو. طبعا الكيو دوت انت عارفه، نحن شفناها لما سوينا درسنا البارالل فلو وحده، اتعوض بها بقيمتها، والكيو ماكس معروفه بالنسبه لهذا البارالل فلو، اطلع منها هذه القيمه. لاحظ انها دائما فيها السي مين على السي ماكس، اللي فيما بعد حنعرفها نسميها السي بس. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.